تأكيد على مهمة. انتقل إلى المؤشر. من هنا. أيها العميل، قابلني عند البوابة. أيها العميل، اتبعني. أحتاج دعم. من فوقه. وجدتك. رصد تهديد عدائي. احتمي. يقتربون من خلف الحاجز. أعداء قادمون. أطلق النار واقضي عليهم. يستمرون في الهجوم. ليس الآن. استمر في التحرك، لا تبقى في مكان واحد. أنا في وضع سيء هنا. أيها العميل، علينا أن نصل للمساعدة. ستكون بخير. تفقدوا المحيط. اهتم بالمتاريس. أخبروا الدوريات بتوخي الحذر من المتسكعين. هرب أحد هؤلاء الأوغاد. لم أتوقع هجوماً آخر بهذه السرعة. أنت بخير؟ إن استمر الأمر سنغير الموقع. هيا ساعدني في هذا. نعمل فوق طاقتنا لحماية الجميع. ثانية. والآن إلى الساحل. غير معقول. هذا نداء استغاثة بإحداثيات العاصمة واشنطن. كيف يمكن ذلك؟ انبطحوا! انبطحوا جميعاً! يجب أن يبقى أحدنا. لن نتخلى عن هؤلاء الناس. لنصلح الأمر، وإلا سينتهي كل شيء. اذهب! سأبذل جهدي. اذهب! اعتبرنا بعض الأمور بديهية. كنا ننتظر القهوة في الصباح والإنترنت اللاسلكي المجاني، ولكننا نجونا عندما سلبت منا تلك الأشياء. عندما انقطعت الاتصالات وتوقفت القطارات وانقطعت شبكة الإنترنت استطعنا النجاة، لكن عندما تم نهب الصيدليات وأغلقت المستشفيات صار الربو قاتلا دون وجود شرطة لحمايتنا. هل كنت تملك سلاحاً؟ هل كان لجارك سلاح؟ نجا البعض. نحن فصيلة قادرة على الصمود. عندما انهار مجتمعنا عثرنا على سبل للاستمرار، والآن لأول مرة منذ قرون ما نريده هو ما نحتاج إليه حقاً. في مواجهة الكارثة ساعدنا بعضنا البعض، بنينا مجتمعات جديدة على أنقاض القديمة، تأقلمنا، نجونا، وبنينا واقعاً جديداً. لكن هناك أيضاً من لا يبنون أي شيء ولا يصنعون أي شيء، فالضباع تعيش على افتراس الضعفاء. لقد استنزفوا المدينة، ولكننا لسنا وحدنا. لقد أقسم عدد قليل من الشجعان على حمايتنا،
وإنقاذ من تبقى منا، كما ذكرونا بأننا شعباً واحد. إنهم درع لنا وهم نورنا، ولكن إن انطفأ هذا النور فمن يمكنه إنقاذنا؟ لقد مرت 7 أشهر على التفشي، نحيا في خوف من الفيروس، السم الأخضر. الخطر ما زال هناك ينتظر. عاجل ومهم، تنبيه وارد على قناة طوارئ SHD. تتعرض قاعدة العمليات للهجوم، اخترقت قوات العدو نطاقنا الجنوبي، نحتاج إلى مساعدة فورية. أكرر، نحتاج لمساعدة في أسرع وقت. نداء للموظفين، يتعرض البيت الأبيض للهجوم.
مهجوم. هذا ليس تدريباً. أكرر، هذا ليس تدريباً. مهمتنا عدم جعل أحد يهاجمنا من الخلف. أبقي عينيك مفتوحتين. سنقطع إرباً. رأيت أحد عملاء ديفيجن يتوجه شمالاً نحو البيت الأبيض. يبدو أنهم قطعوا الطريق على مجموعة ضباع. أيها العميل، إن كنت تسمعنا على هذا التردد، تقدم وفاجئ الحقراء. Yeah.